سكاب نوعين، سكاب بسيط وسكاب كبير. ده السؤال كمية. السكاب البسيط يعني كمية صغيرة، نقطة دم نزلت عندي على المكتب أو على سطح الأرض، وبجيب إيه؟ وبروح مثلا بقطنة مبللة بكلور مركز، وبعمل حركة دورانية بالقطنة، وبشيل القطنة بتاعتي اللي في السلة الحمراء، ماشي السوداء اللي هي الخضراء. تمام؟ وأروح أنا شايل بعد ما شلت الدم شلت القطنة تاني مبللة بكلور مخفف، انا هعمل تطهير ايه؟ للمكان خلاص. النوم التركيز. التركيز بالنسبه احنا قلنا زي ما احنا قلنا الكلور المركز، الكلور المركز تركيزه كام؟ احنا قلنا 5000 جزء في المليون، 100 سم لكل لتر، ومعدل واحد في 9. انا عايز اقول صح حضرتك، فاهم مقاولين الكلام ده وقايل لهم ايوه. انت بص يعني كل ما عليكم تعرفوا ان في حاجه اسمها كلور مخفف والايه؟ وكلور مركز والايه؟ والسكاب الدموي. ده في منه يعني متعامل مع روح الدم ازاي؟ كبد صغير وايه؟ وبحر دم حاجه كميه كبيره ازاي؟ فاحنا الكميات الصغيره زي ما قلنا في القطنه في الكبد ده بتشيلها وجميع، وبعد كده بنطهر المكان بكلور مخفف. كلور مخفف لو قلنا 20 سم لكل لتر ميه، ده اللي هو الكلور المخفف. بطهر بيه الاسطح، اي سطح بطهر بيه الكلور المخفف. بنيجي لنقطه الدم الكبيره، انا عندي مساحه دم كبيره في العضل وعايز اشيلها، بقول جايب فوطه ومرايه. تمام؟ بروح جاي الدم بيدور حوالين الدم، وبعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنجمع من بره لجوه، من بره لجوه، تمام كده؟ بنجمع من بره لجوه، وبروح شايل الدم بتاعي واروح السله الحمراء. باجي نفس النظام، ما بقاش الدم بتاعي من بره لجوه ليه؟ عشان نجمع الدم بتاعي. لا اصل انت لو بدات العكس حضرتك ايه اللي هيحصل؟ هيبوظ المكان. انا عايزك بقى تبقى فاهم انت بتعمل ده ليه؟ عشان بتضيق. احنا بنضيق 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 لازم على قد ما اقدر اقتلها. تمام؟ بروح شايل الدم بتاعي السله الحمراء، وبعد كده بروح شايل الكلور مركز اللي هو احنا قلنا عليه التركيز الاول زي ما قلنا 5000 جزء في المليون اللي هو 100 سم لكل لتر ميه، وبدا الكلور بتاعي، وراح شايل الكلور برضه بالفوطه، وراح رامي في السله الحمراء. بعد كده بقى اللي بيتعمل هو ايه؟ من واحد لتسعه يعني. من واحد لتسعه انا قايل له. من واحد لتسعه تمام؟ بعد كده بروح جاي ميه وصابون في المكان كله، في الاوضه اللي كان فيها الدم دي في الحجره، بروح جاي ميه وصابون، وبروح موزع ميه وصابون ده في الاوضه كلها، وبمسح من جوه على بره، او اقرب بلاعه ليه باخد عليها ايه؟ الميه بتاعتي.